وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى وصحبي وسلم تسليما. روى إمامنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت. وفي حديث آخر: فمن لغى فلا جمعة له. أنصتوا رحمكم الله. أنصتوا رحمكم الله. أنصتوا يغفر لي ولكم الله. الله
أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله. الحمد لله بالمحامد كلها، وأهل للحمد
وأهل للثناء وأهل للشكر وأهل للتقوى وأهل للمغفرة. أشهد أنه الله الواحد الأحد الفرد الصمد الرب المعبود والإله المقصود، لا إله غيره ولا رب سواه. شهادة عبد أسلم وجهه لله وهو محسن. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله المبلغ عن ربه بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم بأبيه وأمي، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. صلاة نسألك يا مولانا أن تغفر بها ذنوبنا وتستر بها عيوبنا وتتجاوز بها عن سيئاتنا وترفع بها ذكرنا ومقامنا غدا يوم لقائك، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم خال من شوائب الشرك والكفر والنفاق والرياء والحسد والحقد والعجب وكل داء. إخوة الإيمان، أتباع النبي الإمام، رمضانكم مبارك سعيد. أهل الله علينا هذا الشهر المبارك باليمن والأمان والسلامة والإسلام وجواز من الرحمن وبعد عن طريق الشيطان، ووفقنا لصيامه وقيامه وعمل الخير فيه حتى نلقى الله وهو راض عنا. إخوة الإيمان، شهر رمضان شهر مبارك خص الله بهذه الأمة، وهو مناسبة عظيمة لكل مسلم يؤمن بالله ربا وبمحمد نبيا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا، فرصة للتغيير لمراجعة النفس، هي هدية من الله تبارك وتعالى لنا لكي نرجع إليه ونحوب إليه ونتوب إليه. إخوة الإيمان، هذا شهر مبارك عظيم، أقبلوا فيه على ربكم بالصيام وبالقيام وبالقرآن وبالإحسان، تفوزوا بالسعادة في دنياكم والفلاح في آخرتكم. يقول الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصومه. فليصومه، واللام هنا لام الأمر، والفعل فعل المضارع دخلت عليه لام الأمر فحولت معناه إلى الأمر، فليصومه تقربا إلى الله تبارك وتعالى. فليصومه ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى، صيام العبد القانت الراجع عفو ربه، صيام الإنسان الذي يستحضر أن الله يفرح بصيامه، صيام المؤمن الذي يبتغي وجه الله ويعلم علم اليقين أن الله أعد له من الجزاء ما لا يعلمه إلا هو. فقد قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. إذا قمت بأي عمل فأنت تعرف الأجر، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. إنما أجر الصيام لا يعلمه إلا الله، فالصيام بينك وبين خالقك، بينك وبين الله، تصوم لله تقربا إلى الله، تبتغي بذلك وجه الله، تصوم عن الطعام وعن الشراب وعن المعاشرة الزوجية امتثالا لأمر الله تعالى، وتصوم جوارحك، تصوم عينك عن الحرام ويصوم لسانك عن الحرام، وتصوم أذنك عن الحرام، وتصوم يدك عن الحرام، وتصوم رجلك عن الحرام، تمتثل لأمر الله تبارك وتعالى. رمضان هذا الشهر المبارك فرصة للتغيير. أنت أخي المؤمن، أنت أختي المؤمنة، قادران على أن تتغير، على أن تتغير إلى الأفضل إلى الأحسن.
أنت أخي المؤمن قادر على أن تتحكم في نفسك وفي شهواتك كما امتنعت عن الأكل والشرب والمعاشرة الزوجية وهذه الأمور كلها مباحة، أنت قادر على أن تمتنع عن الحرام وأن تبتعد عنه، فأقبل على ربك، أقبل عليه صائما بكل جوارحك. ذلك لأن الصوم قسمه علماؤنا، بعض علمائنا، بعض أهل الله إلى ثلاثة أقسام: صوم العامة، وصوم الخاصة، وصوم خاصة الخاصة. فأما صوم العامة فهو هذا الصوم الذي نعرفه، الامتناع عن الأكل والشرب والمعاشرة الزوجية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ومن حقق هذا الأمر نقول عنه إنه صائم وإن صيامه صحيح. إنما هناك صوم آخر يرتقي فيه الإنسان إلى درجة أخرى، وهو صوم الجوارح عن الحرام، وهذا صوم الخاصة، تدرب نفسك على أن تترك الحرام، على أن لا تتكلم إلا بخير، ولا تنظر إلا إلى خير، ولا تستمع إلا إلى خير، ولا تمد يدك إلا إلى الخير، ولا تمشي إلا إلى الخير، تسعى إلى الخير، تسعى إلى البر، تدرب نفسك على هذا يوما بعد يوم. انظروا أخي إخوة الإيمان إلى بعض إخواننا ممن ابتلاهم الله تبارك وتعالى بالذنوب، يتركون كل هذا قبل رمضان بأيام ويصومون رمضان عن هذا الحرام، فهذا دليل على أنهم قادرون على أن يتركوا هذا الحرام وأن يقبلوا على الله. رمضان باب فتح الله لنا كلنا جميعا لنتوب إليه، لنحب إليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان غلقت أبواب النيران، وفتحت أبواب الجنان، وصفدت الشياطين، ونادى منادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. هذا صوم الخاصة، حين تصوم الجوارح تبتعد عن الشر وتقبل على الخير. وهناك صوم خاصة الخاصة، وهو أن يصوم قلب الإنسان عما سوى الله، فلا يحضر في قلبه ولا في ذهنه ولا في وجدانه ولا في خاطره إلا الله. وهذا إيمان الإنسان الذي يستحضر مراقبة الله، أن الله معه، درجة الإحسان التي أخبر بها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حين سأله جبريل عن الإحسان، فقال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إخوة الإيمان، صيامكم مقبول، تقبل الله منا ومنكم. إخوة الإيمان، غاية ومرضي هو النصيحة لله ولرسوله ولعامة المسلمين وخاصتهم. إن يريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت ولي أنيب. ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، آمين. فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا مولانا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، أتباع النبي الإمام، وجهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نستقبل شهر رمضان إلى أن نحتاط لصومنا حتى لا نجرحه. فقال عليه الصلاة والسلام: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفت ولا يفسق ولا يسخب، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم. حين نتأمل في هذا الحديث ونفكك مفرداته، النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه إلى كل واحد منا: فإذا كان يوم صوم أحدكم، أي فردا، كل فرد منا إذا كان يوم صوم، أي إذا كان صائما، فلا يرفت. والرفث هو الكلام فاحش، وهو كناية عن مقدمات المعاشرة الزوجية، فلا يرفث، والكلام الفاحش، ولا يفسق، فسق والفجور، ولا يسخب، يعني الخصام، علي أن يملك نفسه. هو قادر على ذلك لأنه صائم عن المباح، فعليه أن يصوم عن الحرام. ثم قال: فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم. ومعنى هذا الكلام أنه قد
يوجد بين المسلمين بين الصائمين من يسب ويشتم، قد يوجد. فأنت أخي المؤمن إذا واجهت شخصا من هؤلاء فعليك بالصبر، وإن هذا الصبر لك إيمان وقوة، ذلك لأن الشديد ليس بالسرعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ليس الشديد بالسرعة، بمعنى إذا سبه أحد يسبه وإذا شتمه يشتمه، ولكن يصبر ويقول إني صائم. صائم لمن؟ لله، صائم لله، متقرب إلى الله. وما نراه في شوارعنا وبعد أزقتنا وحوارينا ممن مما يؤلم كل مؤمن في قلبه ذرة من إيمان من الصخب ومن السباب والشتم، ويسمون هذا كلمة لا تليق، لن أقولها ولكن أنتم تعرفونها، هذه الكلمة ليست صحيحة، لأن رمضان شهر الله، شهر القرآن، شهر الصيام، شهر القيام، شهر التوبة، شهر الإنابة، شهر الحوبة، شهر الرجوع إلى الله. فعلى كل واحد منا إذا حدث ووقع ونزل والتقى مع مثل هؤلاء أن يرجع إلى الله تبارك وتعالى، ويكون من أولئك الذين يقولون إني صائم، وليكون من أولئك الذين يقولون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يكون من عباد الرحمن الذين ذكرهم الله في القرآن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وثق أخي المؤمن أنه إذا واجهك مثل هؤلاء ولم ترد عليهم فإن الله يوكل ملكا يرد عليهم. ارجع إلى نفسك واستفتها، ترى أن الخير في قول الخير، في قول الحق، في قول الكلام الطيب، في الكلمة الطيبة. قال تعالى وقولوا للناس حسنا، هذا الصيام، هذا الصيام يعلمنا كيف نتحكم في أنفسنا، هذا الصيام يرتقي بنا روحيا، نتصل بالله تبارك وتعالى، لأننا إنما صمنا تقربا إلى الله، صمنا تقربا إلى الله، فهذا الصيام يرفعنا لأنه متعلق بالجانب الروحي، والروح موصولة النسب بالله، تتقوى بالطاعات، فإذا تقوت هذه الروح استطاعت أن تضبط النفس وأن تتحكم فيها وأن تملك زمامها، وتصير من أولئك الذين يزكون أنفسهم بالتزكية، وليس يزكون أنفسهم بمعنى أنه يمدح نفسه، لأن الله قال فلا تزكوا أنفسكم، هذا المدح، إنما قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، أي رباها، تحكم فيها. هذا نستفيده من هذا الشهر المبارك إخوة الإيمان. إن لكل عبادة من العبادات التي نقوم بها آثارا سلوكية يجب أن تظهر، فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والصيام يمنعك من قول الزور والفحشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشربه. فاتقوا الله عباد الله، فإن خير الزاد التقوى، وصلوا على الحبيب سيدنا محمد بن عبد الله رسول الله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وانصر اللهم من قلدته أمور عبادك وبسطت يده في أرضك وبلادك، عبدك الخاضع لجلالك المتواضع لعزك وسلطانك، أمير المؤمنين مولانا محمد السادس، اللهم كن له وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم أجري الخير على يديه لما فيه خير البلاد وصلاح العباد، واحفظ اللهم في ولي عهده صاحب السمو الملك الأمير المولى الحسن، اللهم أنبت نباتا حسنا واجعله خير ابن لخير أب، وشد أزر مولى الإمام بصنوه وأخير الرشيد المولى الرشيد، واجعل أمره مرفدا لما فيه خير البلاد والعباد، وتغمد اللهم برحمتك الواسعة فقيدي الأمة مولانا محمد الخامس ومولى الحسن الثاني، اللهم اجزهما عن بلدهما وعن أمتهما وعن شعبهما وعن دينهما وعن وطنهما خير ما جازيت به ملكا عن أمته وعن بلده وعن شعبه يا أكرم الأكرمين. اللهم اهدنا فيمن هديت،
عافنا في من عافيت، تولنا في من توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا اصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اختم لنا بالخاتمة التي ختمت بها لأوليائك، اللهم شفع فينا خيارنا، اللهم لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تهلكنا بذنوبنا ولا بذنوب غيرنا. اللهم من أراد ببلدنا هذا شرا فرد كيده في نحره يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارفع البلاء عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارفع البلاء عن إخواننا في كل مكان من الأرض، اللهم ارفع البلاء عن إخواننا في كل مكان من الأرض. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله عما تصنعون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. دار الملك والحمد لله 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 الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. الله أكبر، الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله من حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. يا رب اغفر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. يا الله أكبر. الله أكبر. كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى سيدنا ابراهيم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم آمين. والحمد لله رب العالمين. فاتح الواردين محبس اللهم اغفر لهم وارحمهم. مولانا سلطان الله انصر وبارك في عمره. اللهم وفقه للخير وعينه علىه. اللهم أصلح به وعلى يدايه. اللهم أصلح به البلاد والعباد. اللهم أصلح أمورنا وأمور المسلمين أجمعين بجاه النبي الكريم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله يا رب العالمين.